دكتور محمد سامي، مدير عام فرع هيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أنا بقى مبتسم ليه الأول؟ مبتسم طبعا عشان شفتك. ربنا يبارك فيك. ومبتسم علشان هسألك أول سؤال، عندك كام سنة؟ 36 سنة. 36 سنة مدير عام لفرع الهيئة في الإسماعيلية في عمر 6، كنت تتوقع ده وقت ما اتخرجت من الكلية؟ خالص. ليه؟ صحيح. يعني هو عارفا إن الفترة اللي إحنا كنا لسه فيها في الكلية اللي هي حوالي من 20 سنة، كل الناس اللي موجودة على مستوى التوب مانجمنت كانوا بيبقوا حوالي خمسينات، حاجة وخمسين سنة في الرينج ده. لكن ما كانش حد متخيل لا في سني ولا أكبر شوية ولا أصغر إن هو اتحط في بوزيشنز بالشكل ده، يبقوا موجودين في مناصب واخدين ثقة كل الناس المعنية في الدولة، من أول فخامة رئيس الجمهورية، القادة السياسية بدولة معالي رئيس الوزراء، وكل القادة التنفيذية. هل التغيير في الشكل ولا معاه مضمون؟ مضمون. يعني هل نزلنا بمعدل السن ولا احنا غيرنا كل حاجة؟ هو طبعا يعني النزول بمعدل السن دوت لو هيقابله انتاجية، والانتاجية دي هتبقى محسوسة على الأرض، فانا كده هو ده الرد بتاع رد على معاليك. انا النهارده لما اقول ان انا نزلت بمعدل السن، فطالما نزلت بمعدل السن بفضل الله في انتاجيه، والانتاجيه دي بيزد على خطط استراتيجيه واهداف استراتيجيه محطوطه من الدوله، فانت ماشي في الاتجاه الصح. قبل كده كان السن كنا بنتكلم في معدل اعمار 50 سنه او اكتر، كنا بيطلعوا انتاجيه طبعا بشكل محترم جدا، ولا يعني ما نغفلش ابدا مجهوداتهم اللي قبل كده. لكن النهارده احنا محتاجين نمشي بشكل اسرع، محتاجين يبقى في يعني الدنيا بتواكب التطور اللي موجود على الارض. فيمكن يكون ده يعني احد العوامل اللي خلت نظره القياده السياسيه للشباب ان هو ممكن يواكبوا التطورات اللي بتحصل على مستوى العالم كله ونطلع انتاجيه بشكل احسن. لا انا لازم اعرف الفرق، والمواطن لازم يعرف الفرق ما بين التامين الصحي بتاع زمان والتامين الصحي الجديد او التامين الصحي الشامل. ايه هي الهيئه العامه للرعايه الصحيه؟ المنظومه دي تختلف ايه عن سابقه؟ طيب هو يعني خليني اقول لمعاليك، يعني هو بقى مش الهيئه العامه للرعايه الصحيه بس، نرجع خطوه لورا نتكلم على منظومه التامين الصحي الشامل في المطلق. منظومه التامين الصحي الشامل في المطلق هي منظومه فيها ثلاث هيئات عامة تبعياتهم مختلفة. أنا عندي الهيئة العامة للرعاية الصحية، ودي الهيئة اللي بتدير مقدمة الخدمة الصحية. مقدمة الخدمة الصحية من مستشفيات ووحدات ومراكز وأطباء وكوادر طبية وغير طبية. ده فيما يخص الهيئة العامة للرعاية الصحية. الهيئة الثانية هي هيئة الاعتماد والرقابة. هيئة الاعتماد والرقابة هي الهيئات اللي بتمنح المستشفيات والمراكز والوحدات طبقا لمعايير الجودة اللي كلنا اتفقنا عليها الاعتماد، عشان تبقى منشأة تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل. كويس. يعني مش أي منشأة صحية موجودة في مصر ينفع تبقى ليها تبعية لمنظومة التأمين الصحي الشامل. ودي نقطة مهمة جدا وفارقة. وده حمل كبير جدا على هيئة الاعتماد والرقابة، وحمل كبير جدا على هيئة الرعاية الصحية. احنا كهيئة رعاية صحية عايزين يبقى احنا طبقا لكل المعايير اللي موجودة، معايير عالمية والمعايير اللي اتفقنا عليها في هيئة الاعتماد والرقابة اللي اسمها جهار، علشان نعتمد الأول نسجل في الهيئة في هيئة الاعتماد والرقابة، بعد كده نعتمد. فأنت كده ضمنت بشكل واضح إن أنت عندك أعلى المعايير اللي بتقابل المعايير الخدمة الصحية اللي موجودة في جهار اللي هي اسمها هيئة الاعتماد والرقابة. وفي الهيئة الثالثة اللي هي اسمها هيئة التأمين الشامل. هيئة التأمين الشامل تبعيتها لوزارة المالية، رئيس مجلس إدارتها السيد وزير المالية، وهي دي الهيئة اللي بيقولوا عليها الباير اللي بتدفع فلوس. بقى فيها هيئة عندي بتقدم خدمة صحية، بقى فيها هيئة عندي بتراقب وتعتمد الخدمة الصحية، وفي هيئة بتدفع الفلوس لما تقدم الخدمة اللي معتمدة واللي تراقب عليها بشكل واضح، وان احنا كلنا يعني بقى في رضا على مستوى الخدمة دي فتدفع الفلوس. غير كده الفلوس ما بتدفعش، جزء منها بيتخصم منك. حضرتك معايا؟ السايكل دي ما كانتش موجودة قبل كده، وهي دي قيمة منظومة التأمين الصحي الشامل. يعني قيمة منظومة التأمين الصحي الشامل بتيجي ان في ثلاث هيئات بتدير العلاقة ما بين مقدم الخدمه الصحيه واعتمادها ورقابه الخدمه الصحيه ودفع فلوس مقابل الخدمه الصحيه اللي لازم تقدمها مطابقه لمعايير الجوده. كويس.